كلمات استعداد أمنا مريم العذراء لمجيء المخلص يسوع المسيح. في نص البشارة: هأنذا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. هأنذا أي أنها حاضرة، أمة الرب أي أنها مصغية لما يريده الله، فليكن لي بحسب قولك أي أنها تريد ما يريده الله. ثلاثة أفعال تعلمنا إياها أمنا مريم العذراء: فعل الحضور، فكن حاضرا في كل ما تقوله وتفعله. فعل الإصغاء، أي أن تكون الأولوية في حياتك هي كلمة الله دون أي تردد. فعل الإرادة، أي أن تريد ما يريده الله. آمين.